بسم الله الرحمن الرحيم، مع المحاضرة الرابعة في كورس الـ SITCS 300210. النهاردة إن شاء الله بنكمل كلامنا مع الـ Web Security Appliance ومحاضرة جديدة وخاصية جديدة اسمها الـ Acceptable Use Controls. طبعا بفكرك باللي احنا وصلنا له لحد المحاضرة اللي فاتت. آخر حاجة كنا كلمنا فيها المحاضرة اللي فاتت كانت بخصوص الـ Identities and User Authentication Control. اتكلمنا فيها عن ازاي بنعمل Create الـ Identity جديدة على الـ Web Security Appliance، وازاي الايدنتي ده نقول له انت مسموح لك تعمل اوثنتيكيشن ولا لا. طب لو مسموح لك تعمل اوثنتيكيشن، ايه هو السيرفر اللي هيخليك تعمل اوثنتيكيشن معاه، او كنا بنسميه الريلم. فكنا شفنا المحاضره اللي فاتت ازاي بنضيف ال داب سيرفر او اكتيف دايركتوري سيرفر، وبعد كده بنعمل تيست للكونكشن نتاكد ان ويب سكيورتي ابلاينس ربط مع السيرفر، واي يوزر بعد كده داخل الويب سكيورتي ابلاينس او وراه يعني يعرف يفتح انترنت عن طريق الاوثنتيكيشن بتاعه الموجود في ال داب سيرفر. النهارده في خاصيه جديده اسمها Acceptable Use Controls، أو بمعنى أصح كده بالترجمة الحرفية بتاعتها سياسة الاستخدام المقبول. الخاصية دي بتسمح لي إن أنا أعمل كاتيجورايز أو أعمل فلتر للويب سايتس اللي اليوزرز هيفتحوها. فأنا already by default الويب سيكيورتي أبلاينس بتاعي بيكون موجود جواه بيلت إن داتابيز، موجود فيها كل الويب سايتس أو أغلب الويب سايت والرابيتيشن او السمعه بتاعت كل ويب سايت تصنيفها ايه. طيب سيسكو بتجيب الكلام ده منين؟ تحط لك في الويب سكيورتي ابلاينس عن طريق البرودكت بتاعها اللي اسمه اس اي او. الاس اي او طبعا ده ويب ابلكيشن خاص من سيسكو اسمه سكيورتي انتليجنس اوبريشن. سيسكو برودكت بتاعتها كتيره جدا واختصاراتها كتيره قوي، فانت ما تركزش يعني. الاس اي او ده ويب ابلكيشن موجود من سيسكو زي موقع يعني، موجود عليه كل الاخبار او كل الديتيلز بتاعت ايه الفيروس الجديد اللي ظهر، ايه هي الويب سايت اللي اتعمل عليه هاك، ايه هو الويب سايت اللي وقع، ايه الويب سايت اللي اكتشف انه فيه فيروسات او حاجه ميلوير. فبالتالي هي حاطه الاس اي او انجن، يعني ممكن نسميه كانجن، حاطاه داخل الاجهزه بتاعتها. فاي جهاز من سيسكو اول ما بتربط بالانترنت على طول بيروح يعمل ابديت للداتابيز بتاعته بتاعت الاس اي او، يجيب منها كل الديتيلز او اخر الابديتس، ولسه يعرف الدنيا فيها ايه من بره يعني. فهنا سيسكو بتقول لك انا بعمل يو ار ال كاتيجورايزنج بروسيس داخل الدبليو اس اي. يعني انت عندك الويب سايت بتاعك، اي ويب سايت بتفتحه بتعمل له كاتيجورايز من سيسكو دبليو اس اي طبعا، وعلى حسب الكاتيجورايزيشن بتاع الويب سايت اقول لك ده اتفتح ولا لا. فانت غصب عنك انت مطالب تمشي على البوليسي او على الكاتيجورايزيشن بروسيس بتاعت الدبليو اس اي. فهنا كمثال بيقول لك اول فيز بتعدي منها، طبعا هم ثلاث مراحل. الفيز الاولانيه بتكتب الويب سايت بتاعك، بدخل على الداتابيز بتاعتي وبشوف بعد كده الموقع ده يتفتح ولا لا. الفيز 2 ان انا بدخل على اليو ار ال كي وورد اناليسيس، يعني بمسك كي وورد، بمسك الاسم بتاع الموقع نفسه، ده بنسميه اليو ار اي، طبعا مش الدبليو دبليو دبليو ولا الدومين نفسه اللي هو دوت كوم او دوت اكزامبل زي ما هي. ده انا باخد الكي وورد بتاعتك وببحث عنها اشوف هل هي فعلا مسموح ان انا اعديها ولا لا. الحاجه الاخيره سي ان انا قلت لك خلاص الموقع ده تمام، الموقع نفسه كيو ار ال كله اوكي، الكي وورد بتاعته اوكي. ثالث مرحله عشان خلاص اعديك بقى تفتح الموقع ده او ما تفتحوش، ان انا بعمل اناليسز للكونتنت بتاعت الموقع، يعني بدخل كده جوه الموقع ابتدي اعمل سكان عليه، ولو حصل لقيت ان السكان ده قال ان الموقع ده فيه حاجه ميليشيس او الموقع ده ممنوع يتفتح، فانا كده بحكم عليك حكم لمده 8 ساعات ما تعرفش تفتح الموقع ده، يعني الموقع ده بيتعمل له كاش لمده 8 ساعات اوكي. فانا بالنسبه لي هنا المفروض الموقع جامبلنج ديت ان موقع امار اوكي، يعني الموقع كيو ار ال شغال، ال 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 الاسم نفسه اسمه كازينو دوت اكزامبل ده شغال. لما جيت ادخل جوه الكونتنت بتاعته بقى اتاكدت فعلا ان الموقع ده الكونتنت بتاعته او المحتوى بتاعه فعلا محتوى خارج، فساعتها بقول لك نو انت مش مسموح لك تفتح الموقع ده. طب الكلام ده بيتم ازاي؟ او الخاصيه ديت هي جاست انت بس بتعمل لها انيبل، بتدخل على سكيورتي سيرفيسز من بوليسي سيرفيسز، بتيجي على اكسبتابل يوز كنترولز وتتاكد ان انت عامل انيبل للتلات خواص دول، enable application visibility and control، enable dynamic content analysis engine و monitor. فانت تقدر تقول ان الموضوع ما فيش فيه حاجه اللي هي حاجه عويصه يعني، ده انت كل اللي بتعمله انت بتعمل بس enable. وخلي بالك انت باي ديفولت كل الفيتشرز اللي انا قاعد بقولها من بقالي كام محاضره ولسه هقولها في المحاضرات اللي جايه في ال WSA
كلها باي ديفولت بتكون انيبلد، انت كل الحكايه بس ان انت ممكن تعمل لها ديسيبل، ممكن تايديت فيها، انما انت زي الفل اصلا. يعني انت لو جبت ال WSA شغلته عندك في النتورك يا دوب وصلت له الكابلات، خد اي بي، الناس شافته، زي الفل يا معلم. انت كل اللي هتلاقيك بتلعب معاه هو الايدنتيتيز وتعرفه على السيرفرات اللي بره. فانا هنا باجي على السكيورتي سيرفيسز، باجي هنا من بوليسي سيرفيسز، باجي على اكسبتابل يوز كنترولز، اتاكد ان انا عامل او الخواص بتاعتي معمول لها انيبل. هو هتلاقي اصلا هنا enabled enabled enable monitor لو انت عايز تيديت فيها، بقول له هنا edit global setting. لو انت عايز خاصيه منهم تشيلها خالص او ما تعملهاش enable، اوكي. فانا بالنسبه لي الفيتشرز ديت اوريدي هي شغاله، يعني هي اوريدي موجوده، انت بس يا دوب بتيديت فيها. طيب كويس قوي. بعد ما عملت enable للacceptable use control، انا دلوقتي عايز ادخل على البوليسز اللي موجوده عندي. البوليس دي بتقول ايه؟ فانا عندي هنا من ويب سيكيورتي مانجر، من اكسس بوليسي، من يو ار ال فلتر، ببتدي اشوف لك ايه هي المواقع اللي مفروض انت تسمح مسموح لك بيها وايه اللي مش مسموح لك بيها. اوكي، ويب سيكيورتي سيرفيسز، لو جيت هنا على بوليسي سيرفيسز، لو جيت على اكسبتابل يوز كنترولز اند يوزر نوتيفيكيشن، خليني كده بس عشان ده طبعا الفيرجن زي ما قلت لكم، هتلاقيها موجود اكسس بوليسز يو ار ال فلترنج. يو ار ال فلترنج الخاصيه دي مش موجوده هنا. اوكي، من جوه، يعني من جوه من الاكسس بوليس نفسها، من الاكسس بوليس نفسها هتلاقيها موجوده. اوكي، ويب سكيورتي مانجر من داخل الاكسس بوليسي. اوكي، في الاكسس بوليسي هنا موجود فيها البوليس اللي موجوده عندي، وموجود في قدام كل واحد فيهم في الاكسس بوليسي خاصيه اسمها يو ار ال فلترنج. اوكي، ده اللي بنتكلم عنه. مثلا هنا السيلز ده اللي احنا كنا عملناها المحاضره اللي فاتت، لو جيت هنا قدام الخاصيه بتاعتها اسمها يو ار ال فلترنج هتلاقي مكتوبه جلوبال بوليسي، اضغط عليها. اوكي، هنا بحدد له بالظبط ايه هي المواقع اللي مفروض تتفتح وايه ما تتفتحش. هو هنا باي ديفولت هتلاقي كله تشيكت على سيلكت اول. ايه الحلاوه دي؟ يعني باي ديفولت دلوقتي زي ما انت فاكر ان باي ديفولت قلت لك كل حاجه الاول. هنا مثلا خلينا نمسك المحتوى، هنا محتوى ادلت، يعني محتوى ادلت يعني بشكل عام، يعني مين اللي هيفتح موقع الكاتيجوري بتاعته ادلت اللي عايز يشوف حاجات محتويات اباحيه، ده المقصود بادلت يعني. فهنا المفروض معمول له انيبل، فانا هنا المفروض انا اجي هنا على اقول له لا بلوك الادلت ده، لا يا معلم ده بلوك. الادفرتايزمنت اوكي، يشوف اعلانات ماشي. الكحول لا، المفروض برضك بلوك الكحول. الارت اوكي، استرونومي كذا 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 كذا. الديتنج مواقع المواعده طبعا لا، بقول له برضك ده بلوك. انت فاهمني؟ يبقى انا دلوقتي بدخل اديت في ايه هي اليو ار ال يفتحها. طب ايه اللي عندي في الشمال ده؟ ده الكاتيجوري بتاعه الويب سايتس. فانت طبعا اي حد بيعمل ويب سايت فالويب سايت ده بيكون ليه كاتيجوري على الانترنت. واحد مثلا عامل موقع قران دوت كوم، فاكيد الموقع ده المحتوى بتاعه ديني، اسمه الكاتيجوري ديني او ريليجيوس. في عندي مثلا موقع تاني بتاع نيوز، واحد عامل موقع مدونه ليه بتتابع اخبار التقنيه، فالموقع ده تصنيفه نيوز او اخبار. اوكي، ففي عندك بقى انت كل الكونتنت ديت بتشوف انت ايه المفتوح واللي ما تفتحش. هنا مثلا تشايلد ابيوز، استغلال الاطفال، لا تشات، فاينانس، فري وير اند شو وير، جامبلنج، جامبلنج برضك هيئه الاماره اهوت يا معلم، تعالى هنا بلوك. اوكي، طبعا انا هنا بلوك يعني اقفله خالص. في هنا مونيتور يعني خليه يفتحه بس راقبه لي، او ممكن اعمل وورنينج، او ممكن اعمل تايم بيزد يعني يتفتح بس لوقت معين وبعد كده يتقفل من نفسه. اوكي، جوب سيرش ليجيس كذا 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 كذا. وبعد ما اعمل الكلام ده كله بقول له تحت في سبميت. اوكي، يبقى انا باي ديفولت وانس ان انت عملت ايدنتيتي وضفتها كبوليسي، هي باي ديفولت متطبق عليها حاجه اسمها جلوبال بوليسي. جلوبال بوليسي بتقول لك افتح كل حاجه. اوكي، فانت هنا بعد ما انا عملت ايديت دخلت هنا في اليو ار ال فلترنج، قال لك دلوقتي احمد او السيلز عمل بلوك لخمسه ويب سايت وفي مونيتور ل 74. اوكي، انما كان الاول الدنيا كانت كلها سيد احمد. وبعد طبعا اي تشينج بعملها لازم بعمله هنا كوميت تشينجز. اوكي، مثلا هنا بيقول لي كومنت، انت عايز تعمل الكلام ده ليه؟ كومنت انيبل يو ار ال فلترنج فور سيلز ديبارتمنت. اوكي،
ده كومنت عشاني انا بعد كده لما اجي اشوف ايه هي التشنجز اللي حصلت افتكر اقول ايه ده، انا كنت عملت الكومنت ده ليه، افتكر ان الكومنت ده كان معمول عشان التاسك ده. اوكي ادي بتاعت سيفت خلاص، خلينا نرجع تاني للسلايدز. فانا بقول لك لو هو باي ديفولت في نيو بوليسي جروب معمول لها انيبلد لكل حاجه، انت لو عايز تعمل اديت زي ما احنا عملنا كده بالظبط عشان الجلوبال بوليس دي بتقول لك المفروض اليوزر ده يفتح كل حاجه زي ما احنا عملنا. لو انت دخلت بعد كده على المحتوى بتاعه، هي طبعا الادلت زي ما قلت لك عمل له هنا بلوك والباقي ده كله انت عايز تعمله كونتنت ولا لا. كمان في عندك خاصيه جميله جدا اسمها انيبل سيف سيرش. سيف سيرش يعني لما يجي يعمل بحث يعمل بحث في المواقع المعترف بيها او المواقع المعروفه زي مثلا جوجل زي بينج زي ياهو. ياهو نفسها اصلا او جوجل او بينج هو اصلا في محتوى ما برضوش يطلعه لك، فيقول لك المحتوى ده اصلا مليشيس او المحتوى ده مش على مسؤوليه انت تفتحه، فهم باي ديفولت بيقول لك المحتوى ده مش امن. فانت بتعمل هنا انيبل سيف سيرش، بيقول لك هنا السيف سيرش لو انت عملت لها انيبل اي حاجه انت بتفتحها بتعمل لها كاش داخل الويب سايت زي بينج وجوجل وسيرش ياهو كذا 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 سبورتد ات ويل بي بلوكت. اوكي يعني بيقول لك اي حاجه ما عدتش من ياهو او بينج او جوجل ياهو نفسها مصنفاها ان ديت مش محتوى امن فاكيد هيتعمل لها بلوك. دي هتلاقيها فين؟ هتلاقيه داخل اليو ار ال فلترنج اللي احنا كنا فيه من شويه. خلينا كده اجيبها لك تاني. هنا في اليو ار ال فلترنج عند الناس بتوع السيلز اضغط على الخاصيه ديت هيفتح لي صفحه اليو ار ال فلترنج. الاوبشن ده كان تحتهم خالص اهو تحت 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 تعالى اوكي لا ده انيبل ريفرر انيبل سيف سيرش انيبل سيف سيرش اوكي دي كده بعلم عليها انيبل بعد كده بقول له سبميت. وبعد السبميت طبعا لازم بعمل من فوق بقول له كوميت تشينج اوكي كوميت تشينجز. حتى هنا قال لك هنا بلوك اول ان سيف سيرش ده الاوبشن اللي اتضاف حاليا. اوكي نرجع للسلايدز. لو انت في عندك بقى بعض اليو ار ال الكاستم اللي انت عايز تعملها بايدك، يعني انا باي ديفولت هنا اي حاجه محتواها ادلت فاينانشال جامبلنج، هو في كاتيجوريز كده محطوطه باي ديفولت انت بس بتقول له الكاتيجوري دي اتلاود ولا بلوكت. انما بقى لو في يو ار ال بعينه انت مش عايزه يتفتح فانت ممكن تعمله بنفسك عن طريق الويب سكيورتي مانجر، بتعمل حاجه اسمها الكاستم بوليسي اليمنت، بتعمل كاستم يو ار ال كاتيجوري. يعني انت بتعمل انت كاتيجوري بايدك او كاتيجوري مثلا زي ما انت عايز تحط فيها اليو ار ال اللي انت عايزها. طبعا يهمني في الاخر انا اشوف الكلام ده بشكل ريبورت، فانا لو جيت هنا على ريبورتنج وجيت هنا على يو ار ال كاتيجوريز هلاقي الكلام ده. خلينا نشوف احنا حتى الان ما شفناش اي حاجه خاصه بالريبورتنج. خلينا مثلا هنا في الريبورتنج سيستم اوكي خلينا في الريبورتنج سيرفيسز اللي هي صفحه الريبورتنج نفسها نشوف ايه هي الريبورتس الموجوده عندي. المفروض طبعا هي لسه عشان الدنيا هنا ما فيش ده مش في برودكشن يعني الويب سكيورتي ابلانس اللي انا شغال بيه حاليا ده مش موجود في البرودكشن فمش موجود في يو ار ال هنا موجوده. اوكي يعني هنا لو في اي حاجه هتلاقيها ظهرت لك هنا الفلترات اللي هي موجوده هنا بالظبط الفلتر هنا او هنا او هنا بيجيب لك ايه هي التوب يو ار ال اللي اتفتحت او مين اللي اتعمل له بلوك مين اللي فتح. لو انت عايز تعمل سيرش على يوزر معين في اخر مثلا 30 يوم هيجيب لك ايه هو اللي فتحه اتعمل له بلوك كم مره فتح مواقع جامبلينج كم مره. لو انت ضغطت على بلوك ديت ممكن يجيب لك كمان الموقع نفسه اللي اتعمل عليه بلوك هو ايه. اوكي في كمان عندي خاصيه هنا اسمها الاي في سي او الابلكيشن فيو اند كنترول. ان انت عايز تعمل بلوك او مونيتور لابلكيشن معين اليوزر بيستخدمه على الانترنت. يعني هنا اليو ار ال فلترنج كنا بنعمل اليو ار ال فلتر يعني حاجات خاصه باليو ار ال، انما الابلكيشن كمان ممكن ادخل اديت فيه. يعني لو دخلت على الابلكيشن ممكن اقول له اعمل لي بلوك لفيسبوك مثلا ابلكيشن جيمز فيسبوك ابلكيشن اذر فيسبوك. يعني انت لو الحاجات اللي كانت بتجي لنا على الفيسبوك زمان يقول لك بيجي لي ابلكيشن على الفيسبوك، انت ازاي سامح لموقع فيسبوك دوت كوم شغال بس ما بيجيلكش ابلكيشن ما بيجيلكش ما بتعرفش تفتح عليه جيمز.
يقول لك ما انا اليو ار ال نفسه اوريدي اوكي، انما الابلكيشن اللي داخل اليو ار ال لا، اعمله لي بلوك. اوكي، ده طبعا كمثال الموقع بتاع الفيسبوك نفسه. كمان ممكن احدد لك ايه هي الباندويتس اللي اليوزر ده يستخدمها. يعني مثلا سيل ابلكيشن مثلا زي يوتيوب، اليوتيوب ده يعتبر ده موقع، فاليوتيوب لو انت فتحته هتاخد الاستريمنج كله، فانا ممكن احدد لك ان الباندويتس بتاعتك الليمت بتاعك اخرك 64 كيلو بت فقط، لو انت مثلا فتحت موقع فيديوهات او فتحت ميديا اوريدي موجوده اونلاين على الانترنت. اوكي، جميل جدا. طبعا زي ما انت شايف الكلام سلس وجميل وظريف، هي كل حاجه انيبلد زي ما قلت لك، انت لو عايز تاديت اديت، مش عايز تاديت سيب كل حاجه زي ما هي والدنيا جميله، والمهم الريبورتات عندك انت بتتابع منها ايه اللي بيحصل اول باول. بكده انا اكون خلصت المحاضره بتاعت النهارده، واشوفكم المحاضره الجايه باذن الله.